السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله، باذن الله ما ينطبقش عليك غير الجزء اللي كله هنا وسعاده على حياتك وعلى اوضاعك كلها. ركز معايا كويس جدا في الفيديو بتاعك، علشان اللي هينطبق عليك مش هيكون غير سعاده وهيكون تفاؤل، وانت لسه خارج من ايام كلها عيد وكلها فرح وسعاده، وعشان كده قراءتك هتكون مليئه بالمفاجآت، لان انت حرفيا طال انتظارك في حاجات كتيرة جدا. يلا بينا نقول ونقول بسم الله ونشوف مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. الفترة دي بقى، الفترة دي يا برج الأسد، الفترة دي انتوا بتمروا بضيق، بخنقة، بوجع نفسي. انتوا مخنوقين من شوية حاجات بتحصل عندكم. انتوا حاسين بالوحدة وحاسين بالوجع في الجسم. انتوا مشتاقين لاطفال او لحد بعيد عنكم، مشتاقين لحد غايب عنكم بخصوص اطفال. كمان الفترة دي انتوا في طاقة هتطلع من حياتكم، في خروج من هم، خروج من كسرة قلب. انتوا طيبين جدا، لكن في خسارة بتخسروها ومش حاسين. بلاش التسرع وبلاش تحكموا على الناس من غير ما تعرفوها. العصبية أثر عليكم، ضغط، وجع قولون عصبي، تعبانين من كتر التفكير الفترة دي. في خسارة، في حد عندكم بيحبكم من أبراج مائية لكن انتوا مش شايفينه، وضغطين على نفسكم. 24 ساعة تفكير، 24 ساعة إرهاق وتعب. عندكم نقط هتتحط على الحروف الفترة دي، علشان بقالكم مدة مهمومين، ما بقيتوش تسيبوا الأمور بتاعتكم عايمة، بالعكس بدأتوا تحطوا النقط على الحروف، كل حاجة جايبين لها ورقة وقلم وبتحسبوها بالظبط. فياريت الفترة اللي جاية تخلوا بالكم من نفسكم. انتوا عندكم نادر هتوفوا بيه، في حاجة هتتحقق عندكم وهتنول مرادكم وهتكونوا مبسوطين بيها جدا، لان في فرحة عندكم، والفرحة اللي هتكون عندكم دي هتكون خير، هتكون حاجة انتوا بقالكم مدة مستنيينها. في حاجة هتغيروها، في سكن هتغيروه، في طريق هتغيروه، الله اعلم، في اكتر من حاجة هتتغير عندكم، لكن في دمعة نازلة على خدكم والوضع ده مش عاجبكم. انتوا طول الوقت حاسين بغربة، طول الوقت حاسين بعدم استقرار، حتى لو انتوا في ارض المكان اللي انتوا فيه. انتوا حاليا زعلانين من شوية امور بتحصل معاكم، طول الوقت خنقة، طول الوقت وجع، طول الوقت صراع بينكم وبين نفسكم. في واحدة ست، الست دي في حياتها طرف تاني بيخون، في حياتها طرف تاني بيأذي عليكم. فلو انتوا اللي بتتفرجوا عليا راجل، في واحدة ست في حياتكم ليها طرف تاني انتوا مالكمش علاقة بيها، مش هي الست الشريكة، علشان تفهموا القراءة صح. يعني لو راجل بيتفرج عليا انت يعني مش مراتك، واحدة تانية انت تعرفها، يعني لو انت ليك علاقة بواحدة تانية، فالست التانية في حياتها طرف تاني، فانصحك تبعد عنها علشان ما تخربش بيتك. ولو انت فتاة بتتفرجي عليا، انت دايما انيقة ودايما واثقة في نفسك، بس العيون مؤثرة عليكي ومش سايباكي في حالك، ودايما مضغوطة من الاخرين، دايما كلام سلبي بتسمعيه وبتكبري دماغك، دايما في حاجات كتيرة جدا مش عارفة تاخدي فيها قرار، لان افعالك محسوبة عليكي، والخطيئة اللي دايما الناس بتحطها عليكي دي انت بتدفعي ثمنها. بس الفترة دي بدأتي يبقى في عقل اكبر من شوية، بدأتي ما ترديش على اللي بيأذيك، لكن ما بتعرفيش تمسكي لسانك، او بمعنى اصح كلكم ما بتعرفوش تمسكوا لسانكم. ممكن تكونوا قاعدين في قاعدة وحد يجي يكذب في الكلام، او الكلام ما يعجبكمش، بتفضلوا 5 دقايق ساكتين، لكن دايما على طول بتنفعلوا وما بتسكتوش، لان انتوا ما تعرفوش اصلا تسكتوا عن الغلط اللي بيحصل حواليكم. بس انتوا مش عارفين الفترة دي تتحكموا في حياتكم، بس بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى في طريق خير هتمشوا فيه، والطريق ده هيكون نجاح
ليكم، وهيكون خطوة جديدة لبداية جديدة انتوا هتتخطوها في حياتكم، لان المرحلة بتبدأ واحدة واحدة. انتوا حاليا بتأمنوا جدا بالله وواثقين جدا بالله ان هيبشركم بما ترضوا. في مساعدة، في مساعدة من حد طال انتظاره او طال غيابه. النفسية عندكم الفترة دي تعبانة، لان الامور معاكم بترجع لورا. باذن الله في اكتر من باب هيتفتح قدامك وهيكون خير. انتوا في حد معقدكم نفسيا، او حد عامل لكم ضغوط في حاجات كتيرة جدا، في اكتر من حاجة. طيب انتوا مع الشريك في شوية مشاكل، في شوية ضغوط من ناحية الشريك. انتوا في كل الاحوال مأذيين، عندكم سحر وقف الحال من واحدة ست. في حد متعمد يأذي فيكم وياكل حقكم، لكن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، ربنا هو اللي كريم عليكم، لان الايام اللي جاية هتكون خير وسعادة. عندكم امنية هتحصلوا عليها، وده باب مفتوح قدامكم بشكل كبير جدا. كمان انتوا في حد عايزين تنتقموا منه، او هيبقى في كلام انتقام في قعدة صلح. انتوا ما بتغلطوش في اللي ليكم، بس لما بتتعصبوا بتقولوا كلام يزعل كل اللي حواليكم. الايام اللي جايه دي في انطلاقه حلوه، لكن خدوا بالكم من الصراع. عندكم شراحة ارض، مكان تغيير، الله اعلم في حاجه هتحققوها جديده، مكان هتاخدوا فيه راحتكم، في امور هتتخطوها. انتوا بقالكم مده مش مرتاحين من الناحيه العاطفيه، طول الوقت صراع، طول الوقت في مشاكل، طول الوقت في ضغوط، مش حاسين باستقرار ابدا ولا حاسين براحه. الفتره دي انتوا في طاقات مختلفه. طيب في مكالمه تليفون هتكون لاما زياره لاما قعده او عزومه، وهيبقى في كلام. خدوا بالكم لان في واحده بومه او افعى بمعنى اصح، دي محطوطه لكم للمراقبه. في تبيعه وفي نفور بينكم وبين الشريك، خدوا بالكم وما تسمعوش كلام اي حد ممكن ياثر عليكم، لان العيون كتيره جدا عليكم الفتره دي. بسم الله. في رساله عندكم، الرساله دي جايه لكم من حد هيتكلم معاكم. عندكم علاقة مع برج الحمل، وهيبقى فيه امور مختلفة. وخدوا بالكم من حد بيأذي فيكم. انتوا الفترة دي مضغوطين، لكن بإذن الله هتصفوا حساباتكم وهتخرجوا ناس كتيرة جدا من حياتكم. استقرار حلو، هتكونوا مبسوطين بيه جدا، بس بلاش الخنقة اللي بتجيلكم ووجع اللي في الصدر من غير اي سبب. انتوا مستلفين من حد فلوس، او عليكم قسط بنك، عليكم قساط، عليكم حاجات انتوا ملتزمين بيها. في مسؤوليات بتزيد عندكم، في تغيير مكان في حياتكم. في حد عندكم عنده حالة نفسية، عنده شوية تعب، دايما طول الوقت حزين، حس ان في حاجة مدمراه. بإذن الله، بإذن الله هيطلع من اللي هو فيه، علشان في طاقة فرج وطاقة فرحة. الفترة اللي جاية دي هتكون فيها حظ كبير جدا معاكم، لان الاضواء هتلعب معاكم بشكل كبير، في ارباح حلوة. بس خدوا بالكم علشان الاذى اللي حواليكم. في سحر مدفون او سحر مرشوش عندكم، والسحر ده هو اللي حارق قلبكم، لكن بإذن الله ربنا هيفكه في الوقت المناسب.
وربنا هيقلب السحر على الساحر، فما تقلقوش خالص، لان انتوا القلق والتفكير الرهيب اللي في حياتكم مأذيكم. في فرحة هتتحضر عندكم في ارض بيتكم وهتملى البيت كله فرح، في خطوبة، زواج، في استقرار في حياتكم، او في فرحة. انتوا بتغيروا على الشريك وده بيؤدي لمشاكل، بيؤدي لضغوط نفسية. انتوا الفترة دي في قرار حيرانين فيه، بس في بداية جديدة واستقرار، ومن خلال القرار ده انتوا هتكونوا مبسوطين جدا، لانه هتحس ان ربنا كريم عليكم في كل حاجة. في حل مشكلة، في توازن، او في هتعملوا خط كده وهتبدأوا توازنوا علاقة، توازنوا حاجة. في تغيير مكان مفتوح عندكم بشكل كبير جدا، لان في دعم حلو وفي فرحة هتتيسر عندكم، في طاقة ايجابية بفضل ربنا. في بس غلطة انتوا غلطوها ولحد الان بتدفعوا تمنها، او حاجة عملتوها وندمتوا. في سر كبير وخايفين حد يعرفه، او في سر ومش عارفين تتكلموا عنه، الله اعلم. في حاجة تخص سر الفترة اللي جاية، في اكتر من حاجة هتحصل عندكم وفي حاجات هتفرحكم. في حد في فرد العيلة عندكم من ابراج ترابية، في شد بينكم، من برج الجدي، برج العذراء، برج الثور، في شد دايما بينكم، في كلام عن ورث بينكم، الله اعلم. في تواصل مع برج الثور الفترة اللي جاية، وفي كلام انتوا ضحيتوا من اجل الشخص اللي انتوا بتحبوه، او ضحيتوا من اجل الناس اللي انتوا بتحبوها، لكن انتوا واقفين في مكانك الفترة دي. بلاش ان انتوا تيجوا على نفسكم. في وقفان على رجلكم من جديد، لان انتوا هتبعدوا المسافات عن حياتكم. انتوا محتارين في شوية قرارات الفترة دي، خدوا بالكم من نفسكم، بلاش تدخلوا نفسكم في حيرة وفي ضغوط وفي وجع غير طبيعي. انتوا حاسين ان انتوا خسرتوا، حاسين ان انتوا اتوجعتوا، حاسين ان انتوا في حاجات بتتأخر عنكم. انتوا حاليا واقفين مكانكم، واقفين ومش عارفين تبدأوا ازاي، طالعين السلم واحدة واحدة. في رزق حلو وفي خير جاي لكم في نفس الطريق اللي انتم قلقين منه، او في نفس الطريق اللي انتوا حاليا بتقولوا ده طريق وجع ليا. الفترة دي انتوا عندكم نجاح واستقرار، فدايما تاخدوا بالكم، في لقاء او في مقابلة حلوة، في خير جاي لكم من ورا اللقاء ده او من ورا المقابلة دي. في حد منكم بالظبط، الحد ده زعلان مع حد من الاصدقاء، في تهمة، لاما هو اتهمكم لاما انتوا اتهمتوه، في حاجة حصلت غلط وده بسبب حد كان مؤذي. في حد من برج الحوت، في كلام يخص برج الحوت، او انتوا حاسين ان هو متكبر عليكم، مغرور، شايف نفسه. في لخبطة عندكم، او كان عندكم علاقة مع برج الحوت وبعدته، مشيتوا ليه. هنا مخنوقين وحاسين ان الباب الانفراجات مقفول في وشكم. في حد عايز ينفصل عنكم بأي طريقة،
بتحبوا اللي بيظلم فيكم. يعني انتوا في علاقة نرجسية، في علاقة تعباكم، علاقة مش اخدين اي حق من حقكم وبرضو مكملين. هتفضلوا مكملين لحد امتى؟ هتفضلوا مكملين لحد امتى؟ لحد ما تتعبوا. في ناس بتوقع بينكم ما بين ناس، خدوا بالكم انتوا هنا مكهورين وحاسين بالوحدة وحاسين ان انتوا فيكم حاجة غلط، زعلانين جدا على نفسكم لكن مش عارفين تاخدوا القرار، خايفين جدا الفترة دي من اكتر من حاجة. في غلطة عندكم والغلطة دي عمالة تكبر في حياتكم، او في حاجة واقفة ومستنيين معجزة تحصل لتأثير ايجابي ليكم، لان فعلا الضغط مأثر عليكم. انتوا عندكم ضغط وصداع مستمر طول الوقت. رقم 3، في طريق او في 3 خطوات، في شوية امور متعلقة بيكم، في طاقة ايجابية، في امور عندكم، في قرار هتاخدوه. القرار ده هيوضح لكم حاجات جديدة في حياتكم. في ناس هتدخل جديدة، في ناس جديدة هتدخل المحيط بتاعكم وهيبقى في كلام بينكم، في بينكم ما بين برج الجوزاء مشاكل لكن هيكون في صلح الفترة دي. اهدوا، لازم تهدوا علشان انتم مجروحين جرح عميق جدا من الشخص اللي قلتوا عليه حبيب. في عياط على طول طول الوقت. عندكم حرف الراء وحرف السين وحرف الواو والالف واللام والنون، الحروف دي الناس دي بتحبكم او هيبقى في علاقة بينهم او هيبقى في كلام، في تدبير او في تحسيم علاقة، وفي حسن حظ، والحسن الحظ ده هيكون من عند ربنا. خدوا بالكم من نفسكم شوية واهتموا بصحتكم، لان انتوا هيكون في طاقات فرق وهيكون في نصيب مفتوح والحظ هيبدأ يلعب معاكم دور، لان انتوا هتدخلوا في مشروع هيكبر معاكم واحدة واحدة وهتاخدوا نتيجة كبيرة جدا من بعد التعب اللي انتوا فيه. انتوا عايزين تعملوا فحوصات، كل بالكم مشغول بالماديات والصحة. انتوا ما بتاخدوش حذركم من الناس، حتى لو اتخنتوا مليون مرة ما بتاخدوش حذركم. خدوا بالكم ان في شخص عامل حبيب وعامل نفسه بيحبكم وهو شخص مش لطيف ليكم. الشخص ده كذاب بيلعب بمشاعر الناس. انتوا كل خطوة بتاخدوها بتحسدكم، كل حاجة عندكم بتبقى في حياتكم بتحسدكم، لان بتتعاملوا بنية صافية، بتتعاملوا بحاجة يعني مش عارفين ايه هي. الاستغلال اللي عندكم ده واجعكم جدا. انتوا دايما عندكم كبرياء وحاليا مش قادرين تسامحوا اي حد كان سبب رئيسي في غلطة في حياتكم، والغلطة دي دمرتكم وخلتكم او هزت ثقتكم بنفسكم، والشخص اللي في حياتكم قال عليكم ان انتوا ضعفاء وانتوا مش كده. انتوا زعلانين على وجع قلبكم وكسرتكم وحزناء جدا على كل حاجة في حياتكم. قلة التقدير عندكم وحشة جدا، مش لاقيين اهتمام من حد، وزعلانين جدا على نفسكم والاكتر من الطرف اللي في حياتكم.
لاني قلتم او ما توقعتوش ان هو يعمل فيكم كده. في اكتر من علاقة عندكم باذن الله يكون فيها خير. في حد عندكم متعدد العلاقات او في خير. طيب في رجوع مع برج الجوزاء وفي استقرار، والطرف الثالث اللي متدخل في حياتكم ده هيخرج وهيبعد، والزعل هيصير صلح. بس الغيرة بتوجعكم انتوا قبل ما بتوجع الشريك. في حد هيجي ويعترف لكم عن حاجة او هيتكلم معاكم عن حاجة وهيفتح معاكم مواضيع، وهتلاقوا نفسكم انتوا بتتكلموا بطريقة ايجابية، لان هيكون في تخطية لمشاكل كتيرة جدا من 2017 من 2016. في حاجة كانت مدمركم، لاما قرار خدتوه وندمتوا، لاما في سحر معمول لكم من بدري وهو عمال يتجدد لكم ووجعكم. فخدوا بالكم شوية، انتوا دايما قدوة لنفسكم او في حد عندكم قدوة. انتوا في خبر هتسمعوه بخصوص حد مسجون باذن الله ربنا هيخرجه. في حد مظلوم عندكم، والحد ده ما عملش اي حاجة بس هو مظلوم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيخرجه. طيب مين الشخص اللي عندكم عايز ياخد قرار ومش عارف يبدأ ازاي؟ في حد عندكم في ندم في حياته، مش حاسس ان هو في وسط محيط حد بيقدره، انتوا حاسين بقلة في نفسكم. طيب في حد بيفكر فيكم الفترة دي قوي، انتوا حاسين ان انتوا مش عايشين حياتكم، حاسين ان في حاجات كتيرة جدا ناقصاكم. الفترة اللي جاية دي انتوا هتاخدوا قرار، والقرار ده طبعا هيكون من بعد حيرة ومن بعد وجع كتير جدا في حياتكم، واشتياقكم اللي الطفل ده هيكون قريب جدا هتاخدوه، علشان اطفالكم لو انتوا عندكم اطفال فاتخذوا منكم ظلم وغصب عنكم. ما تقلقوش خالص، انتوا هتقفوا جنب نفسكم وهتطبطبوا على نفسكم وهتمشوا وهتبعدوا. الوضع اللي انتوا فيه مش مريحكم خالص، ومش عامل لكم عدم استقرار في اي حاجة، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبصوا للحياة بطريقة جديدة. ولو في حد اذيكم انتوا هترموه ورا ظهركم، علشان في قرارات انتوا هتاخدوها في وقت من الاوقات الفترة دي هتظبط كل الطاقات بتاعتكم، وهتخليكم دايما في قمة الازدهار والثقة بالنفس، وهتخليكم مبسوطين قوي في حياتكم. انبساطكم الفترة دي هيحسن من وضعكم، هيحسن من الدخل بتاعكم، هيزود معاكم الطاقات الإيجابية ليكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم، نور من بعد ظلمة، نور من بعد وجع وخزلان وصدمات، استقرار عاطفي بشكل كبير جدا جدا جدا، لان الاوضاع بتاعتكم هتبدأ تتحسن بس واحدة واحدة. فياريت تهدوا وتهدوا اعصابكم. لو عجبتكم قراءتكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الجميل للفيديو بتاعكم. يا رب تكون قراءتنا خفيفة على قلبكم وتكون عجبتكم. تحياتي ليكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد.